أطلقت وزارة التعليم سياسة الاستخدام الخصوصية لجميع مستخدمي منصة مدرستي، وستحمي السياسة حقوق كل مستخدم المنصة من المعلمين والمشرفين والتربويين ومديري المدارس والكوادر الإدارية وأولياء الأمور والطلبة بمختلف فئاتهم، مؤكدة على التزام الوزارة بحماية حقوق جميع المستخدمين من المدارس الحكومية والأهلية أيضا. نتابع. بهدف حماية البيانات الشخصية والمحافظة على سرية وأمان المعلومات ووضع الضوابط العامة لاستخدام المنصة وأدواتها والمساعدة على حماية بيانات المستفيد بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والشفافية في الإفصاح عن المعلومات السليمة للمستخدمين، أطلقت وزارة التعليم سياسة الاستخدام والخصوصية لجميع مستخدمي منصة مدرستي، وستحمي السياسة حقوق كل مستخدمي المنصة من المعلمين والمشرفين والتربويين ومديري المدارس والكوادر الإدارية وأولياء الأمور والطلبة بمختلف فئاتهم، مؤكدة على التزام الوزارة بحماية حقوق جميع المستخدمين بالمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى الإفصاح عن النهج الذي تتبعه منصة مدرستي في جمع المعلومات وطرق نشرها وحفظها وإعادة استخدامها. وتراعي سياسة الاستخدام والخصوصية لمدرستي سرية المعلومات وفق القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة ضمن السعي لتحقيق مستوى عال من الجودة والدقة لمحتويات المنصة والحرص على تحقيق أعلى درجات الأمان الممكنة للمستخدمين لضمان استمرارية الجودة والأمان. للحديث أكثر انضم إلينا في الرياض من الرياضة أستاذ التقنية الإلكترونية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن المطرف. مساء الخير دكتور عبد الرحمن، أهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، منصة مدرستي بدأت بالعمل تقريبا منذ العامين، لماذا أتت سياسة الخصوصية في هذا الوقت بالذات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين، شاكر استضافتي وأرجو أن أقدم معلومة مفيدة لمتابعي هذا البرنامج على قناة العزة على قلوبنا. أولا سعيد بهذا الخبر الذي طالما انتظرناه، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي أبدا. التقنية في السعودية بلغت ذروتها في استخداماتها وتطبيقاتها، والحمد لله أصبحنا ننعم بفوائدها وعوائدها يعني القاعدة الجماهيرية السعودية على مستوى الطلاب، المعلمين، الأساتذة، المدربين، كلهم الآن يستخدمون التقنية استخدام يعني ثقيل جدا، وأيضا موجه نحو التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. كل هذا صنع كم هائل من البيانات والمعلومات التي ينبغي أن تحفظ باستراتيجية وبسياسة تجعل من المحافظة عليها وأيضا طريقة استخدامها وآلية التعامل معها واضحة لكل الأطراف. أهم الأطراف في هذه المعادلة هو المستخدم، وهو المالك الأساسي للمعلومة والبيانات الخاصة به كمستخدم، بالإضافة إلى المحتوى الذي يبنى يعني أثناء العملية التعليمية أو الذي تمتلكه الوزارة يعني سابقا كأحد مكونات مقررات التعليم، سواء العام بكل كافة مستوياته أو في قطاعات التدريب والتأهيل والتعليم العالي كذلك. نعم يعني تفضل تفضل دكتور. فلذلك يعني قيام الوزارة بإصدار أو إطلاق مثل هذه السياسة هذا يعني جهد يشكر عليه، وأرجو أن يكون يصاحب هذا أيضا حملات ودورات وتوعية وإرشاد لمالي المستخدم وما عليه من في هذا الجانب. والذي أتمنى أيضا أن تحذو كثير من القطاعات حذو الوزارة الذي سبق إليها يعني إعلان الوثيقة الرسمية لسياسة الخصوصية عامة المملكة من قبل سدايا، فينبغي كافة القطاعات التي تتعامل مع البيانات الخاصة للمواطن المقيم أن يكون لديها أيضا سياسة مختصة بحيث أن المستخدم والمستفيد يعرف ما له وما عليه. اليوم يعني نعرف أن العالم كله قائم على مبدأ البيانات الضخمة وإدارة البيانات وتحليل البيانات، الذي اليوم لا يحفظ ولا يصون ولا يقدم يعني سياسة الخصوصية سياسة الاستخدام بشكل واضح وشكل يعني لا لبس فيه، قد لا قدر الله يعني يؤدي إلى ملابسات قانونية وإجراءات نحن في غنى عنها. نعم، عندما أطلقت وزارة التعليم هذه السياسة الاستخدام الخصوصية تحدثت أنه التعليم تؤكد التزامها بحماية حقوق جميع المستخدمين بالمدارس،
سؤالي هنا يعني على ماذا يؤشر هذه النقطة بالذات؟ هذه إشارة نضج، أول شيء نضج رقمي على مستوى الجهة، وأيضا يعني مسارعة ومسابقة إلى اتقاء إشكالات قانونية قد تنتج لاحقا. اليوم يعني ينبغي لكل القطاعات، ليس فقط وزارة التعليم، بل كل قطاع يتعامل مع البيانات ينبغي أن يكون زي السياسة معلنة، يعرفها المستخدم والمستفيد، ويعرفها أيضا الذي يعمل في هذا القطاع، لكي نتجنب الإشكالات القانونية، وأيضا فيها حفظ حقوق المجتمع ككل. يعني في قبل وقت يعني ليس بالبعيد كان الناس لا يعرفون خطورة أن أقوم بتصوير مشهد أو مقطع وأقوم بتوزيعه على الناس أو على عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعد سياسات الخصوصية التي أعلنت وجرائم معلوماتية التي أطلقت بدأ الناس يعرفون خطورة مثل هذه الأمور. لذلك الوزارة يعني تدير عملية ضخمة جدا من التعاملات الإلكترونية على مستوى التعليم، تكلم عن 7 ملايين ما بين طالب وطالبة، معلم معلمة، وأعضاء تدريس ومن في حكمهم. هذا يعني أنه كم ضخم من البيانات من المعلومات ستكون داخل هذه الأروقة الرقمية، كيف تدار، كيف يتم المحافظة عليها، كيف يتم حفظ حقوق المستخدمين فيها، وأيضا فيما لو نشب أو وقع لا قدر الله يعني مطالبة قانونية تكون السياسة واضحة ومعلنة. لكن بنفس الوقت أتمنى أن يكون في مبادرة لتوعية وإرشاد وأيضا تفتيت وتوزيع هذه السياسة على شكل جرعات يتلقاها الناس، لا سيما الأهم ما في أو هم ما في هذه السياسة من بنود، لكي يعني يعي ويدرك طلاب المراحل المختلفة أن السياسة جادة، والقصد والهدف منها هو رافع قيمة الرقمنة والمحافظة على خصوصية المستخدم وأساليب التعامل الرقمية. نعم، أنت دكتور عبد الرحمن ذكرت نقطة مهمة عن المقاطع التي تنشر، هل لابد هنا وضع ضوابط العامة لاستخدام المنصة بشكل يعني بشكل يعني يساعد على حماية الخصوصية المستخدمة وسياسة الخصوصية؟ يعني خلنا ناخذها بمعنى مبسط. اليوم الذي 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 منا كمتابعين الآن من أبنائهم وبناتهم في المدارس ويتعاملون مع هذه المنصات يرون ما يحدث فيها من خروقات في بعض الحالات، لا نسميها ظاهرة لكنها موجودة، أن يتجرأ أحدهم ويفتح الميكروفون ويتحدث بطريقة قد لا تكون لائقة، أو لا قدر الله بالخطأ يفتح زر الكاميرا، ويعني قد ينتج عن ذلك بعض الأخطاء التي قد يسارع أو لا يعني يشعر أو لا يعلم البقية أن الذي ينبغي هو عدم نشر مثل هذه الخروقات التي تحدث إما بالخطأ أو غير القصد أو غير ذلك. لذلك مثل هذه المعلومات المهمة ينبغي يطلع عليها أولياء الأمور، الأسر، أيضا الطلاب كذلك، أنه أيضا حفظ خصوصية الناس وعدم المسارعة بنشر ما يدور في أروقة هذه التعاملات التعليمية الرقمية. فمثل هذه الإجراءات تجعل الموثوقية عالية في العملية الرقمية، وأيضا تحفظ حقي فيما لو لا قدر الله. يعني هناك أمثلة كثيرة جدا، هناك من يتحدث مثلا أنه الطفل خطأ فتح الميكروفون، وهناك حديث جانبي في داخل البيت. طيب الذين يتابعون هذا المقطع الذي هو غير مقصود، وكثير تحصل دكتور عبد الرحمن. نعم، ولو قام أحد بتسجيل هذا المقطع ونشره هنا سياسة الخصوصية وأيضا الإجراءات القانونية التي قد تتبع موجودة ومرصودة وأيضا يعني مشعر بها ولي الأمر والطالب كذلك. لذلك مثل هذه المواثيق التي في 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 لبها وفي قشورها وفي أصولها نحيل يعني أي قضية بيننا إلى ما يحتكم إليه بالعرف وهو العرف الرقمي. فالسياسة هي ضابط وموجه وأيضا يعني حكم قد يلجأ إليه كثير من المستخدمين لهذه الأدوات الرقمية. نعم، كان معنا من الرياض أستاذ التقنية الإلكترونية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن مطرف. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.